اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في النقد الرياضي. استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك يا استاذ. الله يخليك. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ نورك. كله تمام؟ تمام الحمد لله. لسه جاي من العزاء برضو دلوقتي هنتكلم في هذا الامر. هذا استاذ عبد الحكيم ابو علم. اهلا وسهلا كابتن. نور يا استاذ ابو حكيم. ربنا يخلي حضرتك كابتن. استاذ عمر البنوبي. منور يا استاذ عمر. نور يا كابتن اسلام. ربنا يخليك. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك. وطبعا عزاء واجب للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق. طبعا بنقدم خالص العزاء لكابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته والأستاذ أمير في وفاة والده، وبنتمنى لهم يا رب الرحمة بإذن الله. والحقيقة برضو يمكن أنا التقيت مع الأستاذ محمود، كنا في العزاء وكان في مجموعة من الرجال الرياضة والنقد الرياضي. أيوه. عدد كبير جدا وكانوا حريصين على ان هم يقدموا واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب. وبنتمنى يا رب الرحمه للفقيده وان شاء الله يكون اخر الاحزان. استاذ محمود. طبعا بنشاطر الكابتن محمود الخطيب الاحزان وكابتن امير توفيق يعني، ولكن المواقف اللي زي دي كابتن اسلام بتبقى برضه رهان على حب الناس والتاريخ الكبير كابتن محمود الخطيب. مش عاوز اقول لك يعني انا خدت مشوار لغايه هنا مع الناس اللي معاهم، هم بيتكلموا على اخلاق الكابتن وتاريخه. وكابتن محمود الخطيب طبعا بيقول له البقاء لله، دي حال سنه الحياه والدنيا وكلنا راحلون يعني، ربنا يعني يلهمهم الصبر واهليهم وزويهم والاسره. وبقول للكابتن امير يعني طبعا رحيل الاب تبقى صدمه كبيره جدا يعني، ربنا يعني يثبته ويلهمه الصبر يعني. نتمنى يعني لاسره النادي الاهلي الخير طبعا والسلام والبقاء لله. استاذ ابو حكيم احنا بنشاطر طبعا الكابتن محمود الخطيب الاحزان في وفاه شقيقته. يمكن الحاجه بس الملفته للنظر ان الكابتن الخطيب النهارده برغم ان هو كان المفروض مرتبط بتلقي واجب العزاء مساء اليوم يعني في التجمع الخامس، لكن كان موجود في النادي وعمل اجتماعات ومارس يعني الشكل الطبيعي. يمكن ضريبه ان انت بتعمل في عمل عام ونادي كبير زي النادي الاهلي موجود وعمل اجتماعات بشكل طبيعي جدا. برضه الكابتن امير لحد امبارح برغم ان والده كان النهارده امير كان موجود وعرف وهو موجود في الاجتماع وتلقى الخبر يعني في الاجتماع. والده كان عنده ظروف صحيه وبرغم كده يمكن دي الضريبه اللي الكابتن الخطيب برغم الالام والاحزان شقيقته الكبرى لكن كان موجود في النادي النهارده. وكمان كابتن امير يمكن حضرتك بتاكد انه كان موجود النهارده، فدي الضريبه وبنقول لهم يعني ربنا معاهم وبنشاطرهم الاحزان. يعني انا طبعا بتوجه بخلص العزاء للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق في مصابهم الأليم. وفي نفس الوقت المشهد اللي شفناه النهاردة في العزاء يعني أنا بعتقد أنه ده الإرث اللي بيسيبه كابتن الخطيب كمان لكل واحد بيتعامل معاه وبيشوفه. بتشوف ناس من أجهزة الدولة بالكامل، بتشوف نجوم الرياضة، بتشوف الإعلاميين، بتشوف كل الناس حابة أنها تشاطره أحزانه لأنه راجل يحترم نفسه ويحترم الجميع وبينال الحب واحترام وتقدير كبير من كل من تعامل معه حتى من اللي الناس من اللي ما يعرفوش بشكل شخصي. فبالتالي يعني انا بقول بقاء لله وان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ جمال خلينا نبدا يعني الناس كلها بتتكلم عن الصفقات، الناس كلها بتتكلم عن المدير الفني. انا دايما خلال مسيرتي مع النادي الاهلي او تشجيعي للنادي الاهلي تمام وحضراتكم احسن ناس يعني حضرتك والاستاذ محمود تقدروا تتكلموا في الموضوع ده احسن ناس الحقيقه. ربنا يخليك. لان انتم يعني بسم الله ما شاء الله عمر طويل مع النادي الاهلي. اللي بيحصل في الطبيعي ومعرفش صححوا لي لو قد اكون غلط، انا قلت في بدايه كلامي ان الطبيعي ان النادي الاهلي اصل الناس ايه؟ بتقول لك ان الصفقات اللي الناس اللي النادي الاهلي بيجيبها مش عارف يجيب صفقات. النادي الاهلي مش بيقولوا كده في على السوشيال ميديا؟ كلام. لكن انا بشوف ان ده تكتيك او طريقه معينه بيستعملها النادي الاهلي ان هو يرمي اسم عمر وهو بيجيب استاذ محمود بالزبط. مثلا يعني ودي حصلت خلال السنوات اللي فاتت كتير جدا صحيح. جدا راي حضرتك هذا الكلام ايه؟ وبعدين هنفضل كده لغايه يعني هنفضل ورا هذه الامور لغايه امتى؟ اولا يعني لا داعي للقلق مش عشان حاجه، لان 100% النادي الاهلي شايف كل المشاكل اللي هو بيعاني منها يعني. نعم. المسؤولين في النادي الاهلي عارفين تماما، ومش معنى انه يبقى في تدعيم
ان انت هترمي الفرقه بالكامل. والطبيعي بالمناسبه في كل الانديه العالميه طبعا الكبيره لا في قوام، القوام الاساسي موجود بناء على التجارب بقى اللي مجلس الاداره ولجنه التخطيط والمسؤولين عن الكوره شافوها خلال هذا الموسم. اعتقد انه بقى في فكره جيده جدا عن ايه المتطلبات. نعم. فبالتالي مش هيبقى انت الناس متوقعه انه بعد الموسم ما يخلص هيحصل تغيير شامل في فريق كره القدم، وده مش يعني مش عايز اقول ان هو مش طبيعي، مش صح كمان، لانه انت مش هينفع تغامر بانك تغير. وفي فرق كتير عانت معاناه كبيره جدا من حكايه التغييرات الايه المستمره. نعم. هو الفريق كان بيحتاج الى دي رقم واحد، اللعيبه الاساسيين اللي موجودين كانوا محتاجين الى فتره راحه. اعتقد انه فتره الراحه دي هتخلي عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي يرجعوا الى حالتهم الطبيعيه اللي من خلالها كان النادي الاهلي بيحقق بطولات. يعني احنا شفنا مع يعني قبل ما ياخدوا الاجازه في لعيبه فقدت تماما حساسيه الملعب وتشعر ان هم لا مجاهدين يا جماعه، مجاهدين يعني اجهاد بشع. نتمنى الا يحدث في الموسم القادم. انما بالنسبه للصفقات احنا قلنا انه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب والمسؤولين عن كره القدم عارفين ايه المراكز اللي محتاجه تدعيم، وقد يكون هناك حرب نفسيه من البعض. كل ما بتتاخر في الاعلان الناس بتطلع تهاجم وتقول ده النادي الاهلي مش عارف او ما خلصش الصفقات اللي هو عايزها، وده غير حقيقي. يعني هنفاجئ جميعا في وقت معين قريب جدا يا كابتن اسلام انه بيعلن اسماء اللعيبه اللي تم الاتفاق معاه والمدير الفني اللي هيشتغل، لكن هي مش كلامه يعني مش ماده للحديث في السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام انه كل ما يتفاوض مع لاعب يطلع يتكلم عنه. ده مش امر معتاد في النادي الاهلي. وبرده يمكن اللي مخلي الناس دلوقتي فرحانه قوي في فيما يعني ممكن وصفه بانه النادي الاهلي لم يعلن اسماء صفقات، هم معتقدين ان النادي الاهلي مش نايم. يعني المسؤولين في النادي الاهلي شغالين و100% ماشيين بنظام معين، وبرده مش اي لاعب هيجي، لازم يكون لاعب له مواصفات ان هو يلعب في النادي الاهلي، لانه احنا برضو كان في تجارب سابقه في لعيبه جت في وقت ما وبعد كده لا بس ده طبيعي ان في لعيبه تيجي وتمشي وتعمل وبتاع، ده بنشوف طبيعي. لا بس انا بتكلم على يعني. انت مش عايز المره دي تكرر اي تجربه صحيح. فاشله يعني او تجربه غير ناجحه يعني بمعنى اخر. وبالتالي صبرا قليلا يعني يمكن الناس قلقانه وده حقهم طبعا. طبعا يعني حق الجمهور. عارف يا استاذ جمال ان هو يقلق جدا جدا. جمهور الاهلي يقلق مفيش مشكله طبعا طبعا. لا يعني اقصد ان جمهور الاهلي لكن هناك وده برضو سيبك من التحفيل. لا مش تحفيل اللي هو ده ايه الجزء التاني الاخر اللي هو السوشيال ميديا اللي هو الاكونتات الوهميه. يوه ده كتير هي جداً. ليست تابعه لجمهور النادي الاهلي. ما هو انت الاكونتات الوهميه دي يا استاذ جمال بيبان على فكره. لا بيبقى عنده واحد يعني بيبقى واحد مسؤول عن 20 30 اكونت حضرتك عارف. طبعا. فال 20 30 اكونت دول لما تيجي تبص على مصدرهم الواحد ده بتلاقيه ما بيشجعش الاهلي. طبعا طبعا. بيشجع نادي تاني. بص اي حد عنده انتماء للنادي الاهلي 100% الكلمه اللي بيكتبها بتبقى محسوبه. لا وهل ده معناه ان جمهور الاهلي ما بيكتبش فين الصفقات وما بيكتب؟ ما يكتب وكل حاجه. لكن في اكونتات معينه بتاخد يا استاذ محمود اراء الجمهور ويروح وجهه نظرهم ان هم هيقدروا يعملوا كده مع جمهور الاهلي كده ما بيحصلش. بص هناخد الموضوع ده هنخليه السوشيال ميديا. طبعا هناك صراع شرس على مين يبقى ملك الانفراد ملك الترند، مين اللي يجيب التايهه. المشهد انت سيب كل واحد بيكتب كل المدربين اللي خطروا على بالك وزي ما تيجي. اذا جت يبقى انا رقم واحد يقول لك خمسه. اذا جت يبقى انا انفردت. اذا جت يبقى انا انفردت. انا انفردت وجبت بيكتب 95 لاعب. اسماء على فكره اسماء طبعا مش عاوز اقول انها صعب تيجي هنا
صعب تفكر انها تيجي في منطقه الشرق الاوسط مش مصر. فالمشهد انت رايح فين؟ في الحدوته. الناس اللي مش عارفاه ان كل اللي انت شايف المشهد انت شايفه ده كله ما حدش قادر يخترق سور غرفه مجلس اداره الاهلي عشان يعرف ايه اللي بيحصل. برافو عليك. وانت مش برافو. هي ما حدش عارف يخترق سور. واللي عايز يتقال له الكلام ده يعني مدرسه من اصعب المدارس. يمكن حصل شويه كده لكن ما زالت تحتفظ بثوابت انها افلكت. ولما تيجي المعلومه كانت من بره ما جاتش من هنا. يعني لما سواريش جه جا من مين؟ من الجانب من ناحيه البرتغال. هو اللي قال كذا. هو الناس كلها استغربت يعني كل حتى احنا قاعدين بامانه شديده ما انا بكلمك. لا وفايلر وموسيماني. ايوه يعني بعيدا عن يعني عاوز اقول لك ايه. احنا نقدر نحكي لك تسلسل حكايات في الموضوع ده وطلعنا ونزلنا ايام ما كانت يعني الصحافه صحافه. لكن هو المشهد دلوقتي اللي انت رايح فيه ده اللي انا بقوله لك ما حدش عارف يقرب وما حدش عارف يعني ايه. ما حدش عارف يجيب المعلومه. فهنشتغل على ايه؟ على لعبه التوقعات. أيوه. ان انا مين مش توقعات كمان يا ريس. ده ترص 50 واحد اللي موجودين في السوق. ما انا بكلمك هتاخد ما انا هجيبهم المشهد اللي انا بقوله لك. هم مش مقدرين حجم الظروف طبعا. جمهور الاهلي الواعي حاجه وجمهور الاهلي المندفع حاجه ثانيه. والاكونتات المضروبه اللي احنا قلنا عليها وبدات تتكشف الحقائق في موضوع من الخلافات وعلى راسها أيوة. موضوع موسيماني اللي الناس انخدعت وبعد الناس يقول لك الحمد لله احنا خلصنا منه ده كان حظه عامل علينا. طلع ثلاث ارباع الكلام صح اهو. ما بتطلع لازم ما تطلع والناس لازم تاخد بالها انك انت جه الوقت. انت في الفتره دي بامانه شديده اذا لم يكن من يحب الاهلي عليه ان يحتاط عليه ان يدافع ان يحمي يعمل حضانه للفرقه وللنادي في المرحله الجايه عشان الفرقه تقوم والنادي يعود. ولكن اثناء ذلك يا استاذ محمود معلش بعد اذنك عشان الناس برضو بتقول احنا اثناء ذلك اذا كان يريد ان ينتقد من حق جمهور الاهلي يعني لا اصل الناس بتاخد كلام. لا يعني يا فندم ما اتخذ يا فندم انا يعني هو انتقادنا كده تهد الانتقاد فيه انتقاد ايجابي انتقاد موضوعي في انتقاد يعني. يعني. طب انتقد وقدم لنا الحلول. يا كابتن عاوز افهمك على حاجه وعاوز اقول للناس يا جماعه ما تعتقدوش انه الكابتن محمود الخطيب واداره الكوره هتروح داخل السوبر ماركت نبقى فين العلبه دي وهات العلبه ايوه حلوه وهات العلبه الثانيه وهات العلبه الثالثه خد يا عم الكيس فيه العلبه القديمه دي ويلا مش عايز. مش هينفع. انت دلوقتي بتيجي حتى تمشي لاعب انت عقدك ما بين انت ولاعب يعني النادي واللاعب. الطرف الثاني لو انت قلت له روح العب في الحته الفلانيه قال لك لا مش رايح وهتاخد فلوس وقال لك لا مش عايز العب انا في الحته الفلانيه. ايه موقف يعني النادي يعمل ايه؟ ولا حاجه. وعندنا الامثله يعني انت ما تعتقدش اللاعب ده برضه بني ادم وعاوز يدافع وشايف نفسه انه مثلا هو شايف نفسه انه ما قصرش وعاوز يقول لك اديني فرصه. طب يا سيدي الفرصه من دلوقتي صعبه ده بالدنيا يعني الناس ما تعتقدش ان النادي الاهلي هيروح يجيب 8 لعيبه. يا جماعه النادي الاهلي مش محتاج 8 لعيبه. انا بقولها لك اهو برغم كل الظروف دي بلاش اللعيبه دي رجعت ما حدش عارف. لا اللعيبه دي اللي موجوده من افضل اللعيبه اللي في الدوري والكره المصريه رغم كل الكلام اللي بيتقال يعني حاله دي وجهه نظرنا احنا الشخصيه بس هو كلام مهم جدا فعلا. ورغم وكلام الدنيا مش بايظه الناس بتحاول تبين ودول الناس دول من افضل الناس الموجودين وانت اعمل مقارنه عاوزك تجيب لي معلش هات لي اعمل لي مستوى ل 10 12 لاعب كانوا ثابتين في الموسم يعني كانوا يلعبوا مثلا بره النادي الاهلي يعني بره الاهلي هات عدلي او اديني الميزان. فانا عاوز اقول لك ايه المساله لو كانت بالحلم ولا بالرغبه اللي في النادي الاهلي عاوزين يجيبوا احسن حاجه يعني وقت اعتقد يقول لك ايه والنبي فك الكيس شويه يا عم فك الكيس ايه ما هو جايب بملايين فك الكيس ازاي يعني ما هو فك ما هو جبنا وطلعت الناس مصابه وناس ما اثبتتش. انت ممكن تجيب واحد مكسر الدنيا بره ويجي هنا وممكن تجيب واحد قليل ويفاجئك ويعمل لك مستوى انت ما بتتوقعهوش. يعني عاوز اقول ايه ارجعوا واقروا بس المشهد. لكن عاوز اقول نتيجه ما حدث مع بيرستا ومكسوني والناس المرحله اللي احنا بنمر فيها خلت بقى في نوع من الحذر والقلق انك انت بتدور وبتفتش بدليل اللي حصل مع اللاعب الكازاخستاني انك انت بعت لاعب كازاخستان اللي بعت له المدير هزجاس طبي ودي حاجه يعني فكره حاجه كانت مهمه جدا انك انت اكتشفت وسالت وعرفت انه راجل عنده حاجه وانقص رغم انه بيقولوا عليه لاعب مهاري وبتاع وكده. لكن انت المشهد يا المشهد يا الواحد بيشوف حاجات بيسمع حاجات اسلام بص طبعا الاجواء مختلفه. الاهلي في مدرب ده انت تدور على مدرب الظروف الصعبه مدرب هيبقى عليه حجم ضغوط الناس عاوزاها في يوم وليله يعمل عصايته كده فيطلع لك بقى برازيل بتلعب على الارض. يا جماعه لا المساله هتاخد وقت. يعني افكركم كويس جدا بعد فتره 2001 و2002 بعد ما مانويل خد دوري ابطال افريقيا
بخليط من الشباب والخبره، وبعد كده مانويل مشي، بعد كده جه بونفرير خسر اغرب دوري في تاريخ الاهلي، كان عمل فيه رقم ما حصلش، انه الاهلي فاز بكل مبارياته خارج ملعبه في الدوري، وخسر بالنهائي في مباراه غريبه جدا امام انبي. بعد كده مشي بونفرير، جه توني اوليفيرا من افضل المدربين كان وقتها في البرتغال، ما كملش ست شهور. بعد كده رجع مين؟ رجع مانويل، وكانت دي نقله. النقله دي تمت بسرعه؟ لا طب مش بسرعه، تمت تدعيمات. جه الفريق مره واحده؟ لا، جبت واحد واثنين في يناير لما خلص الموسم، كنت والاهلي خسر الدوري، قدرت تجمع مين؟ عناصرك بقى هنا، جبت هنا وتعاقدت هنا، وكان في شغل ووضع مختلف. النهارده النادي الاهلي دي انا شايفها مرحله من مراحله الانتقاليه اللي بتيجي كل مثلا فتره. المرحله دي عاوزه مرحله ايه؟ مرحله هدوء، مرحله دعم، مرحله انك تدي الثقه. انت الموسم برضو برغم ان الكلام بيتقال، لا الموسم برضو هيبدا سخن، لان انت شايف معسكر منتخب بادي هياخد لعيبه لغايه امتى، وانت هتروح تعمل معسكر اعداد، هل العناصر المنتخب دول اللي هيكونوا موجودين معاك ولا مش موجودين؟ برضو دي من الحسابات، برضو من الحاجات اللي انت تحطها. فانا عايز اقول طبعا السوشيال ميديا بتمثل فيها السلبي واغلبها السلبي وفيها الجانب الايجابي، لكن اعتقد انه اداره النادي الاهلي واداره الكوره الكلام ده مش في حطها في اعتباراتها، واكيد عندها في الفتره اللي جايه في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في كشف عن ملامح الموسم الجديد. برضه اخد رايك يا استاذ عبد الحكيم فيما يحدث على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هنا انا اقصد مش سوشيال ميديا النادي الاهلي، ولكن السوشيال ميديا اللي ضد النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وهي واضحه بيتكلموا في اتجاه واحد وهو تشكيك جمهور النادي الاهلي في اي صفقه او اي مدير فني. وهناك بعض الاسماء، يعني انا بستغرب، انا مش قادر اتكلم دلوقتي، لكن بعد ما ان شاء الله يتم اختيار المدرب هقول لكم. لكن اذا لم يكن تم اختياره، انا ما اعرفش لسه، انا برضه عشان ما حدش ياخد كلمه يقولها، انه هناك اسماء يا استاذ محمود يا استاذ جمال، هناك اسماء مدربين يعني ما حدش اتكلم او اتناقش فيها في إدارة الكورة، ومع ذلك الأسماء دي اترمت. وبعدين قال لك مش عارفين يجيبهم أو رافضين، زي جروس. هم على فكرة وكيل جروس وطلعوا وعملوا إنه في حد في مصر اتفاوض، وطلعوا وعملوا قصة على موضوع جروس مثلا. أيوة جروس ده دي أنا قريتها، يعني وفايلر وغيره وأسماء كتير. لا بس خلينا في جروس، سيبك من فايلر دلوقتي، لأن فايلر ليه قصة تانية حضرتك عارف، يعني الأهلوية يعني الناس اللي بتروح عارفة. فبرضه مهم جدا ان احنا نشرح للجمهور النادي الاهلي ايه اللي بيحصل عشان يبقوا عارفين. يا عبد الحكيم بص يا كابتن، هو في مجموعه من الناس دي يعني من ضمن السلبيات اللي في السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي كلها، انك بتعلي الطموحات وبتعلي السقف باسماء مدربين بترميها في السوق، ولما الاهلي يجيب واحد غيره يقول لك بص الاهلي ما قدرش يجيب. انت بتطرح اسماء وبترمي اسماء، هي مش القصه في النادي الاهلي. النادي الاهلي في الاول وفي الاخر نادي كبير جدا، بس فين؟ في الشرق الاوسط. يعني مش منطقي واحد مثلا ماسك نادي كبير جدا في دوري كبير، حلو، سقف طموحه بيتكلم، هو شئنا ما بين الدوريات عندنا في الشرق الاوسط وافريقيا او في اي مكان هنا في المنطقه بتاعتنا لا تقارن بالدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الالماني. مش منطقي انك تقول لواحد بياخد ارقام الالماني صح تمام مثلا مارك روزا بالاسم، يعني واحد كان مارك روزا مثلا ده من ضمن الاسماء اللي اترمت، يقول لك مثلا اصل رفض. يا جماعه انتوا بتعلوا الطموح قوي عند الجماهير وفي الاخر، طب هو الاهلي طلع اتكلم؟ الاهلي قال ان احنا بنفاوض فلان ولا علان؟ ما حصلش، ما حدش اتكلم. بعد ما تعلي، في بعض الناس بتبقى متخصصه انها تعلي التون قوي. أيوة. في سقف الطموحات. أيوة. جدا تمام، وتذكر اسماء. ده في واحد اتذكر، ده في واحد اتذكر يا استاذ محمود، دي حقيقه. اه مدرسه. لا حواري لحضرتك بعد ما نخلص، احنا معلش احنا بقى لنا 3 4 ايام شغالين على كام اكونت كده، اكونت محمود صبري مثلا، خلاص ممكن عمر يتكلم في هذا الامر، اكونت محمود صبري مثلا. فمحمود صبري بنلاقي ان هو عامل 30 اكونت. ايوه. وكاتب ايه؟ كلمتين. هي الاداره الفاشله مش عارفه تجيب لعيبه. هي اداره الكره الفاشله، يعني بيغير كلمه. دي اصلا كتائب. اداره الكره الفاشله يعني. بتغير، مش عارفه تجيب لعيبه. هو مارك روزا ولا بتاع روزا ده مش عارفين نجيبوه. اصل فلان هي نفس الاسماء. ايوه ايوه. اللي هم ال 30 40 اكونت دول. فتوصل للاكونت الاساسي، وهو اكونت واحد هو اللي بيشغل ال 30 دول، فتوصل له. هو واحد، توصل له هو واحد، هو واحد. تخش على البروفايل بتاعه زي اي حد ما بيعمل، تخش على البروفايل بتاعه تلاقي ايه؟ حاطط فانيلا مش حمراء،
وبيشتم في النادي الاهلي. في لنا السوداء بسبع خطوط. ما اعرفش. لا مش هقول اللون الفانيلا. ما في لنا السوداء بسبع خطوط. ما انا بقولك مش هقول اللون الفانيلا. هو ده اللي بيحصل بالظبط. فانت بتعلق ده في واحد من ضمن الاسماء اللي اتطرح يا كابتن بيشتغل ب 12 مساعد. اوكي. يعني ده بيشتغل في الانديه اللي فوق خالص اللي يعني مهما شئت انت عندك مكافاه الدوري المصري كام؟ مكافاه اي بطوله عندنا في مصر بكام؟ لما اروح اجيب مدرب بياخد مليون دولار بره شهريا ده هل ده منطقي؟ مش منطقي طبعا. دوري عندنا جامد. الدوري عندنا دوري جامد قوي طبعا. فطبعا في ناس بتبقى قصده انها تعلي السقف قوي والاهلي ما بيطلعش يتكلم عشان في الاخر يقول لك ايه؟ الاهلي ما عرفش يجيب المدرب ده. بص يا كابتن الكلام اللي بنتكلمه هنا مش معناه ان الجماهير ما تقولش ان في صفقات جايه، لكن لما تيجي تتكلم وتمسك زي ما الاستاذ محمود يتكلم تمسك السكواد بتاع الاهلي هتلاقي فيه مثلا 12 لاعب لعبوا منتخبات وثلاثه اجانب لعبوا منتخبات يبقى 15 لاعب. ده غير اثنين او ثلاثه كان بيلعبوا منتخبات ودلوقتي مش في منتخبات مثلا. وفي مجموعه الناس اللي صاعده كلهم منتخبات ناشئين، احنا كلامنا ده مش معناه ان الاهلي مش هيجيب صفقات. لكن انا بتكلم خالد الكلام اللي انا قلته في الانترو انا دلوقتي حتى ببص لقيتهم كلهم كاتبين ان اسلام بيقول ان يعني ما فيش صفقات. لا لا لا. والله يا جماعه في صفقات بس انا مش قادر يعني احنا بنتكلم في وقت. احنا بنتكلم يا كابتن على اسماء لعيبه في المنتخب. هل حد ينكر محمد الشناوي كان في المنتخب وما زال؟ محمد هاني، كريم فؤاد، اكرم توفيق، ايمن اشرف، عمرو، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، حمدي فتحي، قفشه، محمد شريف، عمار حمدي، الناس دي ما لعبتش منتخبات؟ لعبوا. حسين الشحات وطاهر ما لعبوش منتخبات؟ لعبوا. ديانجو عالم علو وبرستاو مش في منتخبات بلدهم؟ الاسماء دي كلها مش في منتخبات؟ شرقيه ورافت خلي الناس اللي صعد دي كلها مش في منتخبات؟ احنا ما بنقولش، احنا مش بنقول معنى كلامنا ان مش هيلعبوا. النقطه الثانيه يا كابتن الاهلي بيدفع ضريبه نهايه الدوري بعيدا عن اللي هو يتضاد مع فتره انتقالات في كل حته في العالم. انت جاي دلوقتي تدور على مدرب وكل العالم كل انديه العالم مرتبط مع مدربين وكمان حتى لو عايز تجيب بداوا شغل فعلا وبداوا شغل ده بدا شغل من شهر 7 المعسكر بتاعتهم دلوقتي الدوريات بتشتغل. كمان اللعيبه انت لو عايز تجيب لعيبه ده مش برضه مش معناه لما انت هتيجي تتكلم هنا يقول لك ايه ده بص ده بيبرروا ان الاهلي مش عارف يجيب. والله ما ده المشكله لكن انا ما عنديش مشكله. لا دلوقتي الناس الحمد لله والشكر لله الفتره اللي فاتت لما الحمد لله بنقول حاجه الناس تطلع تهاجم شويه بعد كده بتعرف ان الحمد لله والشكر لله الكلام اللي حضراتكم وبيتقال هنا في هذه القناه ما هو الا الحقيقه فقط. وده حقيقي فيا كابتن الناس الاهلي بيدفع ضريب. هو اي حد في العالم مش عارف ان فتره القيد والانتقالات في كل دول العالم خلصت واتقفلت اللي احنا لسه هنبدا 1/9 ده مش منطقي. انت دلوقتي يعني عايز تجيب لعيب في صعوبه انك تجيب لعيب ومش معنى كده برضو ان الاهلي مش هيجيب. لا الاهلي هيجيب لعيب. دي وجهه نظري ان الاهلي حتى لو محتاج يبقى محتاج لعيبه بشكل معين. وبنقول للناس اللي هي بتعلي سقف الطموح عند الجماهير في مدربين مش الاهلي مش قصه الاهلي قصه المدربين دي ما ينفعش تيجي تشتغل في الشرق الاوسط ما ينفعش تيجي تشتغل في افريقيا بشكل عام. بس تمام اسمع برضو رايك يا استاذ عمر. يعني انا متعود ان انا اشوف كل مع كل فتره فيها مثلا نتيجه سلبيه في هزه في اداء النادي الاهلي الاقي على السوشيال ميديا تصريحات مثلا لريني فويلر تصريحات على صفحات فيك تصريحات نفسها فيك كلام مش منطقي. اتصل بريني فايلر فيقول لي لا انا ما قلتش حاجه ولا اتكلمت ولا في الكلام ده. كل ده بيبقى غرضه الضغط على رقم واحد اداره النادي الاهلي طول الوقت تصوير انه ريني فايلر مستني انه يرجع فلان عايز يجي لا نمشي موسيماني ونجيب حد تاني. تلاقي ناس تدخل تقول احنا نرجع فلان لا نجيب علان وترجع تلف يعني الدايره دي كلها تلاقي دايره مقفوله انه حد بيبقى موجه الموضوع ده انه عاوز يعمل راي عام في اتجاه معين وده ما بيبقاش طبعا مش اهلاوي. بس هي الفكره كلها اللي انا عايز اقوله انه السوشيال ميديا مش منفصل عن الواقع لكن الطموحات لما بتعلى قوي بيبقى برضو الغرض من وراها انه ارجع اقول اصل ما عرفتش تعمل كذا او الاداره ما عرفتش تجيب. هو ده مش منطقي. وعلى فكره اداره النادي الاهلي وانا متاكد من النقطه دي ان هي مش حاطه في حساباتها فكره ان السوشيال ميديا قالت ايه النهارده وامبارح وبكره هتقول ايه. هي بتحط في اعتبارها انا عندي معطيات على الورق عندي ادارات شغاله على كل اتجاه عندي اداره كوره بقعد معاها بسمع منها انا المعطيات بتاعتي 1 2 3 سواء في صفقات لاعبين او في التعاقد مع مدير فني على ارض الواقع انا واقعيا محتاج مين محتاج ايه مدرب بيلعب بطريقه ايه. مش بتكلم على الاسم ولا الجنسيه ولا القصه كلها. في بعد اقتصادي للموضوع انا البادجت بتاعي او ميزانيتي للتعاقد مع المدرب ده هتكون قد ايه. ومن هنا ببتدي بعد ما بجمع معطياتي كلها على الترابيزه ده بعيدا بقى عن كل السوشيال ميديا والاراء والكلام ده
على الترابيزه بقول والله انا معطياتي ماليا عندي بادجت قد كذا، احتياجاتي الفنيه قد كذا، عندي ارتباطات من امتى، محتاج اخلص المدرب ده امتى، مين الـ يعني اللونج ليست والشورت ليست للمدربين اللي انا شايف ان هم يصلحوا للمهمه دي، وبتفاوض معاهم. انا متاكد انه ولا حد في يعني في السوشيال ميديا ولا في الميديا حتى الان، اصل في فرق ما بين السوشيال ميديا وفرق ما بين الصحافه المهنيه او الاعلام المهني اللي بيدور على معلومه، من حقك تدور على معلومه. الصحافه الالكترونيه بالظبط، انا احيانا المعلومه بتجيلي، يعني ممكن تجيلي من بره مصر انه حد يسالني عن كذا مثلا، حد يقول لي ده في كذا ماشي، لكن الفكره كلها انه اتخاذ القرار بيكون بناء على معطيات موجوده على ارض الواقع، مش موجوده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي هو الاهم ان جمهور الاهلي يكون واعي لحاجه زي كده، انه ما يبقاش هو اداه ضغط على مجلس الاداره ولا اداه ضغط على لعيبته. ما ينفعش حد يشكك في لعيبه النادي الاهلي اللي هم بقالهم سنين بياخدوا كل البطولات تقريبا، لو هنقعد نعد في البطولات فهم خدوا افريقيا وخدوا السوبر الافريقي وبرونزيتين كاس عالم وخدوا بطولات محليه. وبالتالي لما اجي اقول النهارده اصل الاهلي محتاج صفقات، وفين الصفقات؟ طب وبقيه اللعيبه اللي موجودين دلوقتي دول، اللعيبه اللي هي قوام المنتخبات الوطنيه، سواء حتى منتخب اول، منتخب اولمبي، او حتى منتخبات الناشئين. اعتقد انه لا، فكره ان الاداره بتمشي في صف السوشيال ميديا او انه السوشيال ميديا بتوجه القرار، انه ده غير صحيح بالمره. الاهم هي المعطيات على الارض او في أيوة. موسيماني بالظبط، يعني لا حد كان يعرف مين اللي جاي بالظبط، ولا حد كان عارف ان سوارش جاي، ولا حد عارف ان موسيماني جاي، ولا حد كان عارف ان رينيه فايلر جاي، وانقسموا على كل الاسامي دي اذا كانت هي كويسه او لا. لكن مع ارض الواقع بقى، تنزل على ارض الواقع وتشوف شغل المدربين مثلا لما بيجوا، او تشوف لاعب انت جايبه، لا الكلام بيختلف، لكن من الجمهور الحقيقي، مش من فيك اكاونتس او اكاونتات وهميه وناس عايزه تضرب في النادي الاهلي وخلاص. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، بخصوص التناول الاعلامي، ما الفارق بين المعلومه الصحفيه اللي بيتم الحصول عليها باصول المهنه وقواعدها المتعارف عليها في العمل الاعلامي، وبينما ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؟ ده سؤال جميل وقديم اجابته. طب والله احنا طول عمرنا بنتعلم حاجه مهمه قوي، الفرق بين الراي وبين الخبر. يعني ما يعني انا فاكر كويس قوي عشان اشتغل في الاخبار مع الاستاذ عبد المجيد نعمان الله يرحمه، انه قعدت فتره طويله كل ما اجيب حاجه اديها له واقف جنبه يا كابتن اسلام لغايه ما يراجعها، كل مره ادي له خبر في شويه يعني فزلكه كده من بتوع الشباب يعني، فالاقيه عارف ال ماسك المقص تك تك تك، الاقي الكلام بقى قد كده خبر. قال لي الكلام ده لما تكبر يبقى تعالى اكتب رايك وتكتبه واضح. ففي فرق بين الخبر اللي هو فلان عمل كذا كذا كذا، ما تقولش انت رايك بقى، ما تقولش ايه عمل حاجه وحشه او عمل حاجه حلوه، ما تقولش رايك ولا تخترع حاجه مش موجوده ولا انطباعك، لا ولا تخترع، ده الاختراع ده جديد، لان اللي احنا عايشينه على السوشيال ميديا ده اختراعات. يا عمر زمان كنا قصة لازم حزينة والله. لازم الخبر قصة حزينة. الخبر او التصريح لازم يبقى على بق المصدر. النهارده كوبي بيست يا باشا، النهارده بيبقى خبر غلط نازل على موقع. يا استاذ جمال، ده ناس قاعده على الفيس يوتيوبر ومش عايشين هنا وعايشين بره، لا وللطرف الثاني بيقول لك ايه، ومن خلال مصادري داخل مجلس اداره النادي. انا بوريك، لا انا بوريك حجم الكذب، عايز اوريك حجم الكذب. انا بتكلم ومن خلال مصادري داخل مجلس اداره، انا جبت تفاصيل ما حدث. يا راجل عيب عليك يا باشا، ده اللي قاعدين في مصر. بس انا عجبني كلمه قالها هاني حتحوت الحقيقه من شويه. انا بحب اتابع دايما اول باول عشان افهم الدنيا ماشيه ايه. بقى قال ايه هاني؟ قال كلمه لطيفه جدا، قال ان النادي الاهلي هو من وجهه نظره يعني رجع زي ما كان، بمعنى ما حدش عارف يجيب معلومه. بس على فكره النادي الاهلي طول عمره، ما هو ده انا بس بقى ما حدش يعني بيعرف يجيب منه المعلومه غير لما تبقى معلومه رسميه في وقتها. يا فندم، أول مره يجي مانويل جوزيه انا ما عرفتش من النادي الاهلي. اول مره عرفت من صحفي تونسي اسمه ظفر الله المؤذن في الدوحه، هو اللي اتصل بيا قال لي طبعا انتوا هتموتوا تعرفوا مين اللي جاي، حتى قالها لي جوزيه مانويل.
صح يعني بطريقتهم صح. يعني قال لي جوزيه مانويل ايه يا عم المعلومات اللي عنه؟ قال لي كذا. انا خفت اكتبه ليه؟ لاني مش مصدق ان الخبر ده صحيح. وكان زمان يا استاذ جمال كنت انت يعني جيل يعني كانت صحافه بجد. كنت مثلا لو طلعت الكلمه من عندك لا ما ينفعش تتكذب. لا ما ينفعش. ما كانش في كلمه ين في زمان دي. لا 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 خالص. لو اتكذب يبقى يومك ابيض. لاحظ دلوقتي كل كلمه فيها كلمه نفي كل يوم 20 نفي. انتوا في زمانكم يا ريس لا يعني دلوقتي مديش. كمان يا قصدك ايه زمانهم يعني مش لا 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 ده صحيح. لا احنا عاشوا الصحافه الحقيقيه يعني ده اللي اقصده بجد يعني بجد عاشوا الصحافه الحقيقيه. انا مشفق على اللي بيشتغلوا في مهنه الصحافه دلوقتي لان ما بقاش عنده سقف وارضيه. هو كل الدنيا سايحه في بعضها. وبعدين انا بقول لحضرتك جرب انت نزل خبر غلط على موقع واتفرج بعد ربع ساعه اكتب دلوقتي ايه المدير الفني اكتب أيوة. النادي الاهلي اسلام الشاطر هينزل الخبر. لا مش اسلام اي حد ثاني. ايوه اي كان النبي يعني الخبر هينزل. بس انا لو قلتها ممكن ياخدوها يقولوا مدير فني للنادي الاهلي خش على جوجل ياسر مطار القاهره الان وخش على جوجل وابحث عن الخبر هتلاقي 20 30 40 موقع خدوا الخبر لغايه ما يتاكدوا يقول لك اخده الاول. يا ريت ده بيعملوا كده. بس ده تلاقيه في تركه بتتعمل دلوقتي واخد الخبر ونشره. انت ناس مثلا دلوقتي 11:36 دقيقه في بعض المواقع عندها اوبشن يروح 11:36 عاملها 11:26 كمان يعني هو نقله منك يعني. وروح مقدمه 10 دقائق عنده في الوقت ونزل. اه والله العظيم دي بتحصل. غير التوقيت اللي كتب فيه اقسم بالله في مواقع بتعمل كده عليها فلوس لو هو على مسؤوليتكم على مسؤوليتي انا الشخصيه في مواقع بتعمل الكلام بيحصل لا هي الفكره في مصداقيه المعلومه بدري يعني ايوه جوجل بتسحب جوجل حاجه اسمها جوجل هتيجي تكلمه هيقول لك لا انا اللي سابق قبلك تاخد مني وهما الاثنين واخدين غلط بالظبط. هي الفكره في مصداقيه المعلومه فين. وانا بمناسبه الجزئيه دي ومرتبطه بالجزئيه اللي اتكلمنا فيها قبل كده افتكر من في وقت بارتوميو من سنتين تقريبا وقت الخلاف ما بين ميسي وما بين برشلونه وكان بارتوميو هو رئيس النادي فبارتوميو وقتها طلعت اتفجرت قضيه كبيره جدا فجرتها اذاعه كادينا سير في برشلونه في كاتالونيا انه بعض العناصر كانت بتعمل اكونتات وهميه او مكلفه حد بالمهمه دي لتشويه صوره ميسي وتلميع صوره بارتوميو والخلاف اللي كان ما بينهم وبالتالي وصلت ان هي بقت قضيه في المحكمه. هنا السؤال بقى هل هنا احنا عايزين لحد عمل كده يتحاسب لما يكون في حد بيروج حاجه غير سليمه يتحاسب؟ لا انت بتحلم باللي انت بتقول عليه ده. لا استنى بس لو اتعاملت واحده في موقف حصل يا استاذ محمود اللي انت اتعاملت واحده بس على حجم الشتايم والتجريح والقصص اللي بتتألف وتكتب على ناس وتشويه يومي انتهى الموضوع. ده هتبقى مش نقطه ده صفحه ومن اول الضفط زي ما بيقول لك ايه من اول النقطه. استاذ محمود معلش يا كابتن اسلام هقول لك على واقع قالها الاستاذ محمود. استاذ محمود قال لك الناس تبقى يوتيوب قاعده بره مصر وما تعرفش حاجه. هقول لك على واقع يا استاذ محمود انت قلت جمله رائعه. فاكر ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني الماتش اللي تألق فيه ميكيسوني اللي كان في تنزانيا اللي خسروا الاهلي 1-0 في احد يعني مش هنقول الزملاء طلع في اليوتيوب بعد تاني يوم الماتش تمام قال لك ايه ان معالي الوزير طبعا العمري فاروق كان رئيس البعثه عقد العمري فاروق جلسه عاصفه مع موسيماني على الطائره اثناء رحله العوده وطلب منه تقرير مفصل يقدم للكابتن خطيب بمجرد العوده. انت كنت معاهم؟ لا خالص ما كنتش. بس الموضوع في ايه؟ موسيماني اصلا ما ركبش الطياره. موسيماني خد اجازه وطلع جنوب افريقيا على بلده قضى 4 ايام اجازه. اي كلام ولا حد بيحاسبه اقسم بالله يا كابتن الواقعه دي حصلت بالنص وعلى فكره بتبدا زي موجود انا محتفظ بيه. انا اندهشت. طب ابعته لي والنبي عشان ولا ابعته لك والله انا اندهشت ليه؟ انا بس محمود فكرني بيها لما قال لي الواقعه دي ان يعني انت حد بجد والله؟ اه والله العظيم حصلت. والله حصلت وجلسه عاصفه. اصل انا المشكله كنت بكلم حد من الزملاء يعني من لعيبه بقول له كذا قال يا عم الراجل ما جاش معانا اصلا. قلت له ما جاش معاكم ازاي؟ قال الراجل ما جاش معانا خد المساعدين بتوعه واحنا قدامنا 5 ايام راح تنزانيا جنوب افريقيا مفيش حاجه بسيطه فقال لك نقضي يومين وبعد كده نرجع. فجلسه عاصفه والعمر فاروق وطلب منه تقرير مفصل. طب الراجل ما جاش اصلا الطياره. فكرنا بقى الاستاذ محمود هو هل الاكونتات الوهميه عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين غريبه وكمان ايه الغريب فيها انه يطلب نائب رئيس النادي يطلب الكلام ده طبعا مش موجود في الاهلي لكن هو السؤال يا كابتن اسلام لا بس هو عملها صح. لا عملها صح قال لك
قال له طلب منه يديها للكابتن محمود. اه طبعا بسرعه دي برده معلمه برده يعني برده شوف اديها تاني. انا خدتها من كلمه الراجل مش راجع تاني مصر. ها الثاني مش راجع تاني مصر فمش هيديله تقرير وهو مش موجود اساسا. الكلام بص يا كابتن الكلام اللي هتكلمه ده اللي احنا بنقوله وانت سؤال اللي انت طرحته ده سؤال ده سؤال كبير جدا. لكن هل ده سؤال ده لو احنا جاوبناه وقلنا يعني اللي بيسمعونا هيغيروا حاجه من المشهد؟ مش هيغيروا حاجه من المشهد لانه في فرق زي ما بقول لك. الصحافه المكتوبه شيء واللي انت بتشوفه رغم انه على السوشيال ميديا بيتكتب شيء تاني. هناك لا رقيب. لكن انت عندك رقيب. انت في الفتره اللي ما قبل 25 يناير او فتره فاتت انت لو كتبت خبر وجيت تاني يوم قال لك نفي لازم خلاص تبقى عندك مشكله في شغلك طبعا. مشكله في منتهى الخطوره وتتجاب وتتسال ايه ده مين نفى الخبر. طب لو انت نزلت خبر وجريده تانية ضربتك في الخبر من بص مش انا مش عاوز اقول لك عشان ايه الوضع مختلف. بص اقول لك الوضع بيبقى في غايه الصعوبه وموقفك انت قدام رئيسك في الشغل رئيس قسمك ومديرين التحرير وكمان لمسد لما كانت الاسماء بقى تخض بقى الاسماء الكبيره بقى لو وصل الامر انه تعالى ازاي حصلت حاجه زي كده وبتوجه بص توصل من رئيس التحرير مدير عام التحرير مدير التحرير رئيس القسم يبقى الامر بالنسبه لك اهو. الوضع دلوقتي مع الازمه اللي احنا بنعيشها كلمتين انت لازم لا في كمان قليلين جدا سرعة. لا قليلين جدا في الصحافه اللي فاضلين يعني من الشباب اللي طالعين اللي عندهم بيشتغل قليلين يعني نقدر نعدهم نقول لك دول ممكن يبقوا الباقي والغالبيه المشهد ايه هي ايه الاجنده بتاعتك فيها مين تليفونات وريني علاقاتك ايه انا عاوز مع دلوقتي ايه اللي بيحصل ايه اللي كان بيميز ان انا اعرف كابتن اسلام ليه اتصل بي واعرف كابتن جمال ليه اتصل بي واعرف عبد الحكيم واعرف عمر ليه اتصل بيهم دول نجوم بعرف اتواصل معاهم. طب انت بتتواصل مين عشان تجيب المعلومه يعني مين علاقتك مين مثلا في مجلس اداره سين وصاد والاتحاد الافريقي واتحاد الكوره وجبت المعلومه ازاي. المشهد واحد بيرمي حاجه والكل بياخد منه لو معروف مين. ايوه لا هو زي ما قال لك كده هو بينزل واحد بينزل خبر عمر كتب خبر كوبي بيست بيست على طول. لو انا معلم لو انا معلم لا اروح اروح محطط ايه لو انا مدقدق يقلب المقدمه يحط جملتين جوه اديك ايه تشويق كده وايه واثار على عينه ايه وطلب منه تقريرا لان يقدمه ولانه كان لازم مره في ناحيته. هي الفكره يا كابتن اسلام انه ايه في موضوعيه التناول او فكره السؤال اللي حضرتك سالته وطرحته انه الفرق ما بين المعلومه اللي على السوشيال ميديا دي وما بين العمل الاعلامي المؤسسي. انه في العمل الاعلامي المؤسسي لو انت جبت معلومه هتتسال من رئيسك في الجورنال وهيسالك هيقول لك مصدرك ايه. انا مصدري مثلا فلان الفلاني سمعني المكالمه اللي انت كلمتها له او وريني الرساله اللي هو باعتها لك بيقول لك فيها كده. لكن على السوشيال ميديا احنا لما كنا بنعمل الماجستير الدفعه بتاعتنا كلها كان اشهر موضوع ايه الاعلام الجديد. الاعلام الجديد ايه اللي هو تويتر فيسبوك السوشيال ميديا اي حد يقدر اي حد يقدر يكتب اي حاجه وانت مش عارف هو مين اصلا يعني حتى ليه عملوا علامات التوثيق للاكونتات عشان تبقى عارف انه الاكونت ده بتاع الشخصيه دي لما يكتب حاجه تبقى عارف انه المعلومه سليمه او لا وتعرف تراجعه فيها. لكن اي حد دلوقتي بيكتب اي حاجه قاطع كلامك احنا كنا بننتظر واحد يروح بيتهم عشان نكلمه في التليفون بالليل. يعني تخيل بس برضو خلينا نقول يا استاذ جمال معلش فضل. معلش وده مهم جدا فضل. عشان برضو اللي متابعين حضراتكم يبقوا معانا ان الامور تغيرت. أيوة. بمعنى لا بمعنى ايه بمعنى ان انا دلوقتي التليفون معايا اهو انا دلوقتي قاعد بقى ايه وحابب كده ابص بصه كده اشوف هل في اخبار جديده هل في حاجه حصلت هل بتاع الاخبار الجديده دي بس انا عندي لو تخص النادي الاهلي انا هعمل هرجع لحضرتك لو تخص النادي الاهلي يعني انا يعني بقول او ان انا يعني عندي معلومه فيما يخص النادي الاهلي فببقى عارف اذا كويس المعلومه انا ما بقولش انا بالعكس انا بقول التليفون المحمول والفاكس اول ما طلع كان قصه يعني حكايه ان انت حلو. تبعت موضوع يوصل بخطك في امريكا مثلا حلو. او انت في امريكا تبعته هنا حلو بعديها الانترنت والسوشيال ميديا. السرعه او سرعه الاداء ليس معناها الفبركه. بمعنى ايه؟ برافو عليك. اللي يتعلم صحافه لان لو بنتكلم على بقى النيو ميديا دي حاجه كويسه قوي لازم كلنا يعني انا واحد من الناس بتعامل مع مواقع دلوقتي يعني انا بقيت في المواقع اللي هي النيو ميديا اللي هي مش صحافه مكتوبه وبكتب فيها مقالات وكل حاجه
بس هل ده معناه بس تمام مقالات انا بقول رايي او بعمل طب انا اقول لك معلومه مثلا انا قعدت 20 سنه في الاخبار ما كتبتش مقال غير سنه 2005 تخيل بعد 20 سنه في الاخبار لا دلوقتي بتكتب وكتبت مقال لا يا باشا ده دلوقتي اول ما بيطلع بيكتب رايي عارف يعني ايه مقال يا كابتن ان انا انتقد كابتن اسلام الشاطر في قرار اقول انا مش معاك في القرار ده انت غلطان انت عملت كذا كذا حتى ده ما كانش يحق غير لواحد كون خبرات كبيره جدا طبعا وعنده من رجاحه العقل ان هو لما ينتقد واحد ما تبقاش قضيه وعنده من العلاقات يا استاذ جمال انك ترفع سماعه وانت تتاكد من معلومه ما انت وانت بتكتب مقال مش مجرد مقال بالظبط كده فلازم يكون عندك ترفع سماعه تفوت كده مظبوط والنادي الاهلي دايما ما يتبع هذه الامور فمثلا هنا انا مثلا لو طلع اتكلم على النهارده انا بتكلم على السوشيال ميديا انا بقول يا جماعه واحنا قاعدين مع مجموعه العمل بنتكلم عن ان هناك اكونتات وهميه اداره القناه قالوا لي طب هي فين الكلام اللي انت يعني هل ده حقيقي ولا انت بتقول طالع تقول اي كلام حقيقي وتزوير علني فوريتهم الحاجه ووريتهم ان المصدر ده ممكن يكون قريب وممكن يعني انا ما اعرفش مين لكن هو واضح على على البروفايل بتاعه عشان كده انا طالع اتكلم بمنتهى الثقه ايوه ان انا الناس كلها في ظهري الناس كلها واقفه معايا الناس كلها شايفه ان يا جماعه اهو ادي 1 2 3 4 5 6 وصلنا لحوالي 18 اكونت فيك موجودين لمحمود صابر مثلا يعني ايوه في اكتر من ان ريكاردو سواريش لما مشي اتكلم في اي وسيله حد راح عامل فوتوشوب لا عمل لاحد فيه. المواقع المحترم يعني انا بعتبر الموقع في جول موقع من المواقع اللي لها برضو مصداقيه وبعدين يجي يروح عامل فوتوشوب لازق الاسم الموقع على تصريح هنا لازم يبقى في قانون بقى حضرتك طيب. لازم يبقى في محاسبه طبعا لا حضرتك حليت الموضوع حضرتك حليت الموضوع دلوقتي حضرتك قلت ايه على موقع في الجول ايوه قلت ايه قلت انه موقع ذو مصداقيه لا موقع ذو مصداقيه ايوه يعني انا اقرا يعني إيه؟ كذا موقع بالظبط بالظبط كده لكن موقع تربنتتيخ اي حاجه بقى ده مش هيبقى موقع ذو مصداقيه فبالتالي هي دي ده حل الموضوع ان الناس او المشاهد او اللي بيقرا او اللي بيسمع هو اللي بيختار هو اللي بيفرز بما ان موقع في الجول او موقع يلا كوره يلا كوره المواقع اللي هي عندها خبره كمان المواقع في الصحافه خبرة يعني في الثقافه الرياضيه وفي الامور الرياضيه وفي الصحافه الرياضيه لما تعوز تاخد حاجه بص على قناه الاهلي وبص على الاهلي الموقع الرسمي لنادي الاهلي هتعرف لكن طالما الامور مش متاخده من الموقع الرسمي ولا من قناه الاهلي ايوه فعشان كده ناس كتيره جدا يا اساتذتنا يبقوا قاعدين يقولوا لي ايه انت ليه ما بتطلعش تقول اي حاجه هو يا جماعه انا لو قلت بقت رسمي ايوه بالظبط ممكن جدا 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 محمود استاذ محمود صبري يبقى ماشي رايح يمضي في النادي الاهلي ايوه وهو رايح حاجه تخليه يرجع ايوه وارد طبعا صح ولا مش صح كتير جدا حصل فطالما ما مضاش وتم نعم ورد وبتحصل وتم الاعلان يبقى انا ما ينفعش خصوصا ان انت بتتكلم باسم النادي الاهلي او باسم اعلام النادي الاهلي هو في افظع من ان حد يقول حاجه يعمل اكونت لياسر ريان تخيل بس ياسر رد كابتن ياسر رد كابتن ياسر رد على طول حتى يعني لو انت اخضعتها للمنطق يا استاذ جمال دي وصلت ان هم بيدلسوا في مقولة يقول لك الكابتن الراحل كانت ذكراه امبارح كابتن محمود الجوهري قال اعطوا العدالة التحكيمية للزمالك واتركوا المنافسين يتنافسوا ده ما حصلش طب يا جماعة انا عامل كتاب عن كابتن جوهري وبموافقة اسرته مفيش حاجة هو ما قالش كده لا قال كده في حوار ولا قال كده في حتة لا هو قال لك انه بيعمله ده في حد توفى مش موجود معانا مش هيطلع يرد لسه محمود الجوهري محمود الجوهري ده ابن النادي الاهلي فيعني يعني حتى استفراكه استفراكه غير منطقيه انا عاوز اقول لك بالظبط احنا جينا اتكلمنا في التاريخ ناس هتتعب والله طبعا لما اتكلم طبعا انه في ناس تاريخها هل يمكن ان يطعن محمود الجوهري في مصداقيه بطولاته مع النادي الاهلي يعني بالعقل والمنطق لا في حاجات استغلال ان هو متوفي مش هيرد فمش هيرد انه مش هيرد ما دي حاجه برضه ويتم تداول الفبركه دي طول الوقت على السوشيال ميديا باي موضوع يعني انا مثلا بقالي يومين بقرا ايه يا استاذ جمال يا استاذ محمود يا عمر يا حكيم
ان رئيس الاتحاد القطري مثلا طلع يقول ايه، كنا نريد النادي الاهلي المصري في مباراه افتتاح استاد لوسيل ضد الهلال لانها مباراه وديه، لكن الاتحاد المصري لكره القدم انا عمري ما اقول الكلام ده لانه كلام ملوش مصدر. ايوه ملوش مصدر، وهو مش جايب مفيش مصدر، مفيش مصادر، هو طالع على السوشيال ميديا. يعني انا قاعد بقرا من السوشيال ميديا ده. ايوه فانا كويس جاي قدامي اهو، يعني انا بفتح لقيته في وشي، فقلت اقوله ان ده مثال ان هو بقاله يومين للفبراك. مثال ده لو حاجه ممكن انا حفل بيها بقاله يومين. لا حتى لو مش كده بقاله يومين، وقصده الكابتن انه بقاله كام يوم ومتداول خلاص يا كابتن. فانا اطلع اقول الكلام ده كابتن اسلام، هنسيب الامر كده، هنسيب الامر كده لابد من هو ده بقى اللي انت هتقوله تبدا ده. بص لابد، بص الامر، الامر في غايه الخطوره. ليه؟ زي ما حصل في الفتره اللي فاتت قلنا يا جماعه لو كان بيتعمل برنامج في قنوات خارجيه 4 ساعات و5 ساعات بعض حاول فيها وسولت ليه نفسه امر ان هو يشوه تاريخ النادي الاهلي الناصع، فانا بلاقي كده طوبه صغيره على لوح الازاز بحاول اخدشه. هذا الامر واحنا قلنا الكلام ده وقلنا انه الصمت على هذا الامر والترفع على هذه الامور اعطى لبعض الصغار والصبيه، صبيه الاعلام، ان هم يتطاولوا. عندما فشلوا في مواجهه الاهلي على المستطيل الاخضر نجحوا لتحقيق بطولات زائفه عبر بعض البرامج من خلال بعض من لديهم عقده نفسيه ولم يستطيعوا ان يفوزوا على الاهلي في المستطيل الاخضر، فكان النتيجه ان انا اطلع اشوه واقول كلام ان انا اقنع به اللاعبين ال 15 ولا 14 سنه واقول هذا الكلام. كان يتوجب وما زلت مصر على موقفي انه الاهلي مطالب بادارته باتخاذ موقف، وانه لابد متابعه الصفحات دي بالذات اللي بتعمل وتدلس وتدس السم وهدفها في منتهى الخطوره انك انت بتربي. واقول يا جماعه انظروا ما حدث في الاسماعيليه، انظروا ما حدث في بورسعيد، انظروا وراجعوا ما حدث من المحله. ايوه انظروا ما حدث المشهد اللي انت شايفه كده، وبص على اللي حصل في ده في ملعب الدفاع الجوي، وبص على اللي حصل قبل كده وفتش شوف المسؤولين. عايزين نوصل الامور لمثل هذه لا وبص على كمان، بص على تعرض له الاهلي الترجي التونسي، تصوير خطاب محرر رسمي كان المفروض الناس دي لازم تتحبس، ما حصل للبعث الاهلي من على الهلال السوداني. انا كنت موجود هناك، انا فاكر في الهلال السوداني. شوف انت المشهد كان نتيجته ايه، وحتى لما حصل مع الهلال السوداني مره وحصل مره ثانيه واتهم الاهلي وتم تزوير واستعداء وخرميه، انت بتجيب كمان ناس من بره بتدخلها طرف في المشكله ويقول لك الاهلي هو اللي منع جمهور الهلال ان هو يبقى موجود في الملعب، واصلا الدوله هي اللي خدت القرار. يعني عايز اقول لك ايه، ان يشارك بعض ابناء الوطن في هذا الامر ده امر في غايه الخطوره. فالمساله الترفع عن هذه الامور، لا انا ضد هذا الكلام، لابد من مواجهه هؤلاء وفضحهم وبص ومقاضتهم رسميا. ليه؟ لانك انت بتحمي الامن العام، لكن تترك الامر بهذا الشكل انك انت تقول ان انا مكبر دماغي، لا انا امانه شديده ادراك، لابد من موقف يا محمود، ادراك الوضع المثالي في الاعلام او السوشيال ميديا اللي هي مفيش عليها رقابه يعني حقيقيه، ان انت تستنى لما هم يبقوا حلوين، مش هيبقوا حلوين. الحل هو ان انت على طول اي اكاذيب لابد دورك كاعلام للنادي الاهلي ان تتصدى قانونا وكل شيء. لا معلش ممكن اقول لك حاجه بس، ما هو انا كل هو دلوقتي انا مثلا هو طالع يقول محمود صبري بقى مدير فني للنادي الاهلي ماشي مثلا فهو قال محمود صبري وعمر وعبد الحكيم ومحمد وعلي وقال زي ما قالوا زي ما حضراتكم قلتوا 50 اسم. ايوه وانا هطلع اقول يا جماعه ان ال 50 ما تتكلمش على دي يا كابتن اسلام. لا يا كابتن على فكره ما بتكلمش على دي خالص، ما تتكلمش على دي يا فندم، ما تتكلمش على دي. لا كمل اتفضل، مش بكلمك على دي والله، انت فهمتني اكيد. انا بتكلم على الاستاذ جمال، مش بتكلم على لا الجزء بتاع حضرتك واضح، انت بتتكلم على مجموعه معينه يعني لهم اسم، يعني لهم اسم ولهم توجه واضح خلاص. لكن احنا بنتكلم على ان الاكونتات الفيك اللي احنا بنتكلم عنها هم مش جمهور النادي الاهلي. لكن لما انا حد من جمهور النادي الاهلي يجي يسالني هو في مدرب جديد جاي، اقول له في انا يعني هل حضرتك ما تعرفش لو حد من الجمهور واقف، اتنين واقفين قدامك ايوه جمهور اهلي واحد تاني، لا هل مش هتعرف تفرق بينهم؟
لا اعرف طبعا ازاي ما اعرفش افرق يعني. انا بقول لحضرتك اهو طيب يا كابتن نفس الكلام على السوشيال ميديا بالمناسبه، ولكن انا بتكلم برضه على جماعه فكره الاكونت اللي هو تداول معلومات بغرض الضغط على الاداره، تداول معلومات بغرض الضغط على وعلى الجمهور وعلى اللعيبه وعلى الجمهور وعلى الاداره. ما هو انا لما الاقي خبر مكتوب وتعليق تحتيه 20 30 تعليق مكتوب فيهم ايه؟ اداره فاشله مش عارفه تجيب لعيبه. والله باينه. لا يا كابتن والله باينه يا كابتن اسلام، باينه لحضرتك وباينه لي وباينه لناس كتير عشان خبره حضرتك في الاعلام وخبره كابتن اسلام، لكن المشاهد او الجمهور العادي ال 14 وال 15 اللي بيتكلم عليهم الاستاذ محمود مش هيبقى فاهم قوي الموضوع. انا ال 14 15 سنه مش هيبقى فاهم قوي، فهياخد دي اداره مش عارف ايه. طب يا جماعه ما هو لسه اصلا حاجه ما حصلش حاجه، ولسه احنا عندنا اللعيبه كلها في راحه بنجتهد علشان نجيب اسم مدير فني جيد. وزي ما الاستاذ محمود قال، مين اعظم مدير فني في التاريخ دلوقتي موجود في العالم؟ قولوا لي اسماء. مين اسم جوارديولا مثلا؟ جوارديولا مين اسم؟ مورينيو، يورجن كلوب، انشيلوتي. ادي اربع اسماء. لو جبت اي واحد من الاربع اسماء دول للنادي الاهلي هيبقى نسبه نجاحه لنسبه فشله قد ايه؟ 50-50. طبعا ايوه. لا وراي الناس على السوشيال ميديا هيبقى ايه في حاجه زي كده؟ عظيم ان ده اعظم وده برافو وهايل وكل حاجه، لكن هيبقى 50-50 نجاحه في الملعب على ارض الواقع. على ارض الواقع صح ولا مش صح؟ طيب لو جبت اسماء ما حدش يعرفها نسبه نجاحه 50-50 برضه. صح مظبوط مظبوط. هو ده اللي انا بتكلم فيه. وعلى فكره كابتن اسلام، هو ريكاردو سواريش برضه خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه. ممكن بس عشان الفاصل الاخير نطلع فاصل ونبقى حتى بعد هنتكلم على سواريش بقى على حته صغيره كده. قوي نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل معاه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال كنت حضرتك عايز تقول انا يعني باختصار قوي على ريكاردو سواريش، الفتره اللي هو جه فيها مش احنا بنقول اعظم مدرب في العالم لو جه هيبقى نسبة نجاحه 50-50 طبعا. لو انت جبت افضل مدرب نفس الحكاية بالنسبة لسواريش لو جه في ظروف طبيعية. خلي بالك سواريش برضو جه في وقت، انت عارف لما جه الناس قعدوا يتريقوا وقال لك مشروع ومش مشروع، بعد ما مشي قال لك ازاي تمشوا اللي هم مين بقى اللي انت بتتكلم عليهم اللي هي الاكونتات الفيك اللي هو عايزك تفضل في حاله عدم استقرار، غرقان في حاله عدم استقرار. استاذنا استاذ عمرو اديب امبارح وهو معروف بزملكاويته الشديده قال ايه؟ كان بيتكلم مع اعتقد درويش احمد درويش ناقد رياضي، فبيقول له خلاص بقى النادي الاهلي ماشي، قال له مع ان انا كان نفسي يبقى سواريش موجود. يعني كلمه من القلب. لا كلمه من القلب. ايوه كابتن بس في حاجه كل واحد. دلوقتي انت معرض ان انت تاخد قرار وتلاقي ان المدرب مش قد المستوى اللي انت عايزه جدا فتغيره طبعًا. ايه المشكله يعني؟ يعني الناس برضو بتكبر قوي زي ما بتجيب لعيب طيب ويطلع مش هو ما يندمجش. انا احد الاشخاص بعت لي على الواتساب كابتن اسلام انا بحيي حضرتك على الفكره، انا اللي بشكرك. وللعلم في مصطلح علمي اسمه الذباب الالكتروني بيتكلم عن جزئيه الحسابات الوهميه وتوجيهها لصالح تصفيه الحسابات الشخصيه. انا ما اعرفش الحقيقه، ولكن ده احد لا يعني 100% ده يعني حد من الاشخاص بيبعت لي يعني طبعا صديق يعني اتمنى ماشي. مصطلح الذباب مصطلح مشهور ومعروف كثافته معلش حتى جاي من كلمه الذباب يعني كثافته وقدرته على التشويش بس هيفضل ذباب ولازم مواجهته بالوعي وبزياده الوعي المتلقي. واعتقد الموضوع هيحتاج تكثيف مش مجرد حلقه تكرار لزياده الوعي. وبعت لي معنى الذباب الالكتروني هو مصطلح استحدث لوصف موضوع كبير يعني. بس يا كابتن في حاجات يعني انا اقصد ان في ناس متفاهمه يعني كمان الفكره في كابتن وقع مثلا زي بتاعه الاخيره بتاعت ياسر ابراهيم كابتن ياسر ابراهيم اللي حصل معاه مؤخرا. يعني هل منطقي ان انت اللجان الالكترونيه الموجهه لتشويه اللعيبه وقع حصلت مشكله صغيره جدا تمام كان الراجل هو واسرته في احد المولات التجاريه في بلده المفروض ان انا اتشتم انا ومراتي قاعده معايا واسكت مش ده الموضوع. الموضوع في ايه؟ ان انت في بدايه القصه اللجان الالكترونيه بتاعت انديه تانية خدت الموضوع شويته ان الراجل بلطجي وبيشتم وبيعمل ما هو ده لجان ده الحاجات السيئه جدا في السوشيال ميديا صح. لكن حقيقه الموضوع ايه؟ قالوا ايه؟ لا قالوا ده مشجع من المشجعين مشجع الاهلي تمام. بص انت لا شوف التكتيك واللي يحزن في الامر انه صحفيين محترمين كتبوا على صفحاتهم الكلام ده دون ان يتحقق دون يتحرر عن المعلومه. انا فاكر انا كلمت حضرتك ساعتها وحضرتك قلت لي طب ثواني اقفل وهكلمك، حضرتك كلمتني بعديها وجبت لي تفصيله الموضوع مظبوط. كلمنا المنصوره الناس هناك وكلمنا الناس وجبنا المعلومه. الموضوع في الاول روج ليه ازاي يا كابتن؟
روج له ان الراجل ده كابتن ياسر مع كامل الاحترام طبعا ان هو راجل اعتدى على مشجع اهلاوي وشتمه. الحقيقه ايه؟ واحد اتشتم في وجود اسرته. ايوه تمام. سابه وخرج راح يسحب فلوس من مكنه اي تي ام. الراجل راح رايح وراه تمام، راح شتمه. هو حضرتك المفروض ان انا كبني ادم معايا مراتي او معايا اسرتي وحضرتك تشتمني مره واسيبك وامشي، الثانيه اعمل ايه؟ بقول له انا مش ملكك يعني. لا لو اي واحد لو حضرتك كابتن اسلام وحضرتك استاذ جمال المفروض تعمل ايه؟ طبعاً تسكت؟ طبعا لا يعني خلينا بس نتكلم بجد. تستعمل القانون. لا ما تسكتش. قانون لازم. لا لا هو بس اقول لك كابتن بقول لك ايه بس طلعت بس كانت لعبه تحاول تتلعب بذكاء وطلع الاكونتات بتاع الطرف الاخر تندد بالضبط بالاعتداء على الكابتن. يا سلام على الحنيه. ونرفض عشان يبرئ نفسه من اللي هو بيعمله في الاخر. انا لا هو بيحاول بيتزاكى يبرئ نفسه ان انا ماليش دعوه بالمساله. هو مين وصل الناس لمرحله احتقان؟ مين وصل الناس لمرحله اللي احنا وصلناها؟ مين وصل الناس اللي كان بيطلع يقول لك الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ غير حقيقي اللي بيتقال. بص مش شيطان ده شياطين. وممكن الشيطان يقول لهم انتوا دي جزء من السوشيال ميديا البلاوي بتاعتها يا كابتن اسلام. القصه كلها هي لها ايجابيات في سرعه الخبر مش مختلف معاك. بس ده جزء انت شوهت لاعب زي ياسر ابراهيم الحقيقه غير اللي اتذكر في الاول في الواقع. وكم واحد زي الاستاذ محمود طلع ودور المعلومه وكلم الناس في المنصوره وكلم ده وكلم مصدره وكلم سين وكلم صاد عشان يجيب المعلومه الحقيقيه. هتلاقوا باتنين ثلاثه بالظبط. بس في حاجه، هو هل بقى السؤال بقى الجدلي، هل نستطيع الغاء السوشيال ميديا؟ لا لا طبعا لا. يبقى لابد من مواجهتها. نسمع. من انك تقرا وتسمع وترد توضح. في بعض الاوقات بتاخد راي سوشيال ميديا طالما انت يعني طالما في حد يعني ايه لو لقيت 10 تعليقات تمام 8 او 9 وهم اعضاء او يعني تعليقات حقيقيه وليست فيك او ليست وهميه يعني فلو لقيت منهم 6 7 فوق الخمسه يعني بيقول ان الشاي سخن احسن من الشاي البارد مثلا ايوه فانت ليه ما نتعلمش؟ ايس تي. لا انا قصدي ان ليه ما نتعلمش؟ ممكن جدا ممكن تلاقي حاجه ايوه لو في حاجه لو في حاجه كويسه اهلا وسهلا بايجابيه ان انت تتعامل مع السوشيال ميديا وتاخد منه. يعني هل فينا حد يقدر ينكر ان السوشيال ميديا وسائل التواصل مهمه لينا كلنا؟ طبعا. بس احنا بناخد الجانب السلبي منها ما بناخدش الجانب الايجابي. السلبي ده بقى احنا كلنا بنتعامل مع الجانب. احنا كلنا بنعاني. مفيش لعيب كوره، مفيش نجم، مفيش شخصية عامة دلوقتي بيتحرك في أي مكان اللي هو مرعوب. طبعا مرعوب. طبعا انت حضرتك دلوقتي لو ماشي في الشارع وحد قابلك وقف تصور معاك يا كابتن تضمن ان الصورة دي لو كانت مع كام يعني ما اقصدش حاجة بنت مثلا وقفت تصور معاك حضرتك كابتن اسلام الشاطر نجم منتخب مصر تضمن ان الصورة دي ما تكونش متاخدة وتحطت في اطار تاني خالص؟ انا بتصور على ناس مع البحر حتى بتصور مع ناس عادي يعني. ما انا بشوفها في ناس كتيرة بتشتغل لي كده. طالما قابلت لا سيبك من الصورة، لكن طالما قابلت لا قابلت الصوره سيبك من الصوره. الخطوره في اخطر من كده ان انا ممكن اتكلم معاكم معايا موبايل انا مش شغال بالظبط ومش سامع واستدرجك لكلمه. انا عاوز منك كلمه بس. انا هقول لك حاجه واحد، ايه رايك في عمر؟ عمر جدع يا راجل ما تجيب لنا. بص انا هاخد منك ايه كلمتين وابني معاك حوار لا تتخيله. صح. انا بقوله لك اهو الامر يا كابتن اسلام بامانه شديده والله لابد من مجابهه هذه الظاهره السلبيه. يعني ايه الايجابي باين؟ كيف يا استاذ؟ ما هو لا الحاجات اللي بتصل لمرحله انها تشكك فيك وفي ثوابتك وفي تاريخك لابد انك تتصدى لها. قانون الاعلام الجديد في بند يا كابتن المفروض يتفعل الطرف الاخر لازم يخاف. لو انت سبت على المساله دي خلاص انا هعمل معاك هتخلي. انا بقول لك الخطوره مش في الناس الكبيره، الخطوره في النشء الصغير اللي طالع قاعد بيقرا لانه ايه بيجي لك ابنك 15 14 سنه يقول لك يا بابا صح الكلام ده فعلا حصل في النادي الاهلي؟ تقول له وريني كده مين قال لك الكلام ده؟ بص يعني بص استاذ محمود انا عايز برضه اقول حاجه انه هل هناك احرص من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي وال يعني عناصر منظومه الكوره جوه النادي على مستقبل فريق الكوره وقطاع الكوره؟ انا اعتقد انه ما فيش بلا شك. لا وبالتالي كمان هم نالوا ثقه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان هم يديروا كل شؤون النادي الاهلي بما فيها الكوره، وبالتالي هم ناس على يعني عندهم من الخبره والكفاءه والتجارب الناجحه اللي انت لسه شايفها السنه اللي فاتت. مش مستني حد يقول لك الناس دي عندها القدره ولا لا يعني. بالظبط يعني مش مستني حد يجي يقول لك ان الناس دي عندها القدره ان هي تكون منظومه ناجحه لكره القدم. وبالتالي
الاهم انه جمهور الاهلي الحقيقي يبقى واعي لنقطه زي دي، انه مش فكره سرعه الاعلان عن المدرب، لازم يظهر جمهور الاهلي يعني. بالظبط، مش فكره سرعه الاعلان عن المدير الفني ولا سرعه الاعلان عن الصفقات بالزبط. هي فكره انه ادي المجال لمجلس الاداره للعمل بدون ضغط، لانه في النهايه انا عارف انه هيحقق لي الغرض اللي انا عايزه، وهيعمل الصالح لصالح النادي. هي دي النقطه الاهم طبعًا. لكن فكره انه مواجهه الظاهره بتاعه السوشيال ميديا انا شايفها بتطبيق القانون ده طبعا رقم واحد، لما يكون حاجه يعني يقع منها ضرر، يقع منها ضرر، لكن حته الترويج ترويج المعلومات بقى او الضغط او الترشيحات او الاسامي او الكلام ده، ده يواجهه اعلام النادي الاهلي باقتدار وبهدوء زي ما بيحصل طول الوقت. يا عمر احنا بقالنا، انا بقالي اسبوع تقريبا الحلقه بتاعت الجرار دي، بقالي اسبوع الاسبوع الحلقه متاخد منها شطات معينه، موضوع الجرار ده بس حلو والله، ومتاخد منها شطات معينه ومتقطعه ومتوزعه بشكل معين، موضوع ذباب الكتروني. انا بقالي اسبوع يعني انا مش برد يعني، لكن في الاخر لك ان تتخيل ان في ناس مصدقه التقطيع ده، ان انا بقطع او ان انا كاسلام يعني او بخبط في الانديه الشعبيه. ايوه طبعا، ما شفت انت بقى الاستضافه ازاي؟ بيوجهها، خد كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، وقام جاي ملزقهم في بعض ومطلع الفيديو بالزبط. فالفيديو عمل قصه، بس برضه قدرك وقدر، ما عنديش مشكله خالص، قدر انا ما بردش. بيعملوا عمل عام، اي حد في عمل عام قدروا ان هو يتعرض لده، لكن انا مثلا بعتقد النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت رغم قسوة الانتقادات دي والإشاعات والأكاذيب، إنما برضو النادي الأهلي فيه حاجات معينة، إجراءات بياخدها ضد الأكاونتات وضد الناس دي. هو في قانون، في قانون الإعلان في بند بيقول لك إن الصفحات اللي عليها أكتر من 5000 فولورز بتعامل معاملة الموقع الإلكتروني بتاعها وسيلة إعلامية، وسيلة إعلامية، المفروض الكلام ده يفعل. أيوة. تمام، يفعل بمعنى أي حد عنده أكتر من 5000 يتحاسب. أيوه ده حقيقي، ده حقيقي، ده موجود في القانون بالمناسبه، ده موجود في القانون، ده بند في القانون، في مشروع القانون انه ما فوق ال 7000 فولورز يحاسب على اللي بيكتبه، هو وسيله اعلاميه، وسيله اعلاميه، يعتبر وسيله اعلاميه لوحده كده. الاكونت بتاعه يعتبر محط ويخضع للرقابه على فكره، خاضع للرقابه. عموما هو احنا لو فتحنا هذا الامر هنتكلم كلام كتير، عارف الرد على كل ده. اتفضل. ان شاء الله ان النادي الاهلي ينهي هذه المرحله بنجاح الفتره القادمه، وباذن الله يوفق في صفقاته ويوفق في اختيار المدير الفني الجديد يا استاذ جمال، والعجله تدور. بقول لك ايه يا استاذ جمال، وكل ده ينتهي. صح، انا عارف على الاقل 8 صفقات بس تمن. مش ده، لا اقول لك اسماء. محمد الشناوي، حلوين، خلاص، ايمن اشرف، علي معلول، ياسر ابراهيم، علي معلول، اكرم توفيق عمر حمدي، ومجدي قفشه، وشريف، الناس اللي خدت راحه كلها زي الفل. انا بقول لحضرتك، انا بقول دول صفقات، صفقات جديده، لو عودة اكرم وعمار دول من الرباط السليبي، دول يعني دول اتنين عناصر جامده جدا طبعا. صح. فانا بقول لك اهو، على الاقل انا قلت 10 صفقات اهو، لازم تقولهم يا كابتن قبل ما يعني قبل ما يعلنوا يعني. معلش بقى، يلا زي ما بعد كده يا استاذ جمال، معلش يا كابتن اسلام، يا استاذ جمال انت بتتكلم على ان الاهلي يعمل صفقات، هي القضيه كلها طبعا خساره الدوري بتزعل، بس هل منطقي ان انت مجرد خساره بطوله تبين الدنيا منهاره والدنيا انتهت؟ لا، ما هو مش الاهلاويه اللي بيعملوا، مش الاهلاويه، الذباب الالكتروني يعني حاجه يعني. انت ما خدت 2 دوري ابطال، وفي ناس مثلا في مصر مش هذكر اسماء بقى لها 40 سنه ما خدتش البطوله مثلا، هل كان هو منهار؟ ليه؟ لا، وغير كده، لا خدها بقى بالناحيه الايجابيه، الناحيه الثانيه، ان لما خدت البطولتين دول مش حصل تغييرات في الفرقه في الموسم اللي بعد كده؟ يعني في 2020 انت خدت بطوله العشر التاسعه، صح؟ بعد ما خدت التاسعه في ناس مشيت وفي ناس جت، مظبوط، ولا ما حصلش؟ ده طبيعي، طبيعي. وانت ايه؟ وانت بطل افريقي وثالث عالم، صح؟ فمشيت ناس وجت ناس، السنه اللي بعديها خدت العشره، او يعني بعدها بست شهور خدت العشره، وجبت ناس في يناير ايامها كمان. هل ده معناه ان الاهلي في حاجه؟ ده انت خدت البطوله 30/6 تمام، العشره في نهايه 8 مشيت 4 أو 5 لعيبه من اللي خدوا البطوله، وجبت لعيبه اخرى، وجبت لعيبه بدلهم. فبالتالي في حاجه برضو احنا ناسيينها، او بعض الناس بيحاولوا يتناسوها، النادي الاهلي قبل السنه اللي هي الموفقه افريقيا وكاس عالم والكلام ده كان واخد الدوري كام مره؟ 7 مرات ورا بعض. اخر مره 5 ولا 7؟ 5، من 2014 لحد 2020، لحد 2020. لا، الالفيه الثالثه كام مره؟ 6 مرات ورا بعض. طيب، يبقى انت بنتكلم في ايه؟ يعني مفيش انهيار،
اللي انا عايزه اخر 20 سنه الاهلي خد الدوري 18 17 او 18 18 مره. طيب في ايه يعني؟ مفيش ما يدعو. انت عارف القلق عندك انت ثلاث مرات ثلاث مرات بخمسه. طيب انا قاعد معاك يعني انت تاريخ اهو التاريخ. لا مش قصدي انا قصدي يعني اخر الله. اخر 20 سنه ورا بعض كمان. لا اخر 20 سنه يا كابتن الاهلي فقد الدوري ثلاث مرات بس. يعني منهم مره بتاعت السنه دي عشان بس ما حدش يتكلم يقول لك يعني بتاعت السنه دي منهم. يعني بتتكلم لو بتتكلم نسبه كام يعني 94% مثلا او 93%. بص البطولات في الاهلي لا تقبل التشكيك دي مؤكده وهي زي ما بيقولوا ايه وقفه او محطه وهتعود بعد كده الانتصارات باذن الله. طيب هل معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده بعد ما اشكر اساتذتنا؟ انا بشكرك جدا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم. شكرا جزيلا يا استاذ عمر. شرفتونا ونورتونا واستمتعت بالحلقه معاكم النهارده. طيب بعد كل الكلام اللي حضراتكم تسمعوه هل ده معناه ان لا يوجد صفقات للنادي الاهلي؟ هل ده معناه ان النادي الاهلي مش هيجيب مدير فني خلال الفتره اللي جايه؟ طيب خليني اقول لحضراتكم ان ممكن جدا ممكن الله اعلم انا معرفش وده مش معلومه ولا خبر ولا اي حاجه ممكن بكره الصبح يحصل او يتم الاعلان عن صفقات للنادي الاهلي. ممكن بكره بعد الظهر، ممكن بكره بالليل، ممكن بعد بكره الصبح، ممكن بعد بعده. وبالتالي هل هناك صفقات للنادي الاهلي؟ انا ما زلت بقول وبأكرر وبعيد في صفقات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. من الحلقه النهارده كانت معموله لانه مش عايزين استعجال، مش عايزين نضغط على من يدير كرة القدم أو المشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي، لأنه بالفعل الأمور إن شاء الله إن شاء الله تكون جيدة جدا خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيتكي.